لطالما كان مصدر إلهام لكثير من الشعراء والأدباء وأصحاب الأحاسيس المرهفة، يعبر بصمت عن أرقى الأحاسيس والمشاعر، ويغدق على الجمال ألوانا تزيده ألقا وإشراقا من خلال بياضه الناصع الذي يضفي على النفوس مزيدا من الصفاء والنقاء، ورائحته التي تبعث في الأجواء عبقا يريح النفوس المتعبة ويلهم القرائح المبدعة. إنه الفل، أحد هبات الطبيعة الذي أثراها الخالق بأنواع وبياض تعجز الكلمات عن وصفه. ولشدة ولع الناس به بات إلى جانب شقيقه الياسمين جزءا من التحية لكثير من الناطقين بلسان الضاد في مختلف بقاع المعمورة، كصباحاتنا صباح الفل والياسمين. ينتمي الفل إلى العائلة الزيتونية، وهو عبارة عن شجيرة تزيينية صغيرة دائمة الخضرة ترتفع حتى المترين، والساق قاسية، الأوراق خضراء غامقة بيضاوية متقابلة، الأزهار متجمعة قمية بيضاء ناصعة، والجذور منتشرة وكثيفة. يزهر الفل بدءا من شهر أيار وحتى تشرين الأول، ويعتقد أن الموطن الأصلي لنبات الفل منطقة حوض المتوسط وغرب آسيا. وللفل فوائد طبية متعددة، زهوره تستخدم في حالات الاحتقان، أوراقه تستخدم كمادات وتخلط مع الزبادي والعسل لخفض درجات الحرارة، جذوره تستخدم لآلام العين والرأس، والفل مناسب للبشرة الحساسة، زيوته تستخدم لمعالجة التهاب المفاصل والنقرس والإمساك. ولا ننسى عطر الفل الجميل الذي له تأثير فعال على الراحة النفسية، كما ينصح بشمه لأنه جيد لتنشيط الدورة الدموية. وتاريخ الفل قديم، فقد أثبتت الدراسات أن قدماء المصريين هم أول من استخدموا الزيوت العطرية في مجالات الطب، الصيدلة والتجميل، وظهر هذا الاهتمام على جدران معابدهم. وفي أوروبا استخدمت عطور الفل لمكافحة الكوليرا والطاعون. وفي قصص التاريخ نذكر الملكة كليوباترا التي نجحت في إغواء مارك أنطونيو القائد الروماني بسبب استعمالها لزيت الفل والياسمين. ونأخذ من العادات في تونس أن يحمل العريس في يده ليلة الزفاف مشمور الفل مرصفا بحبات من الياسمين تعبيرا عن مشاعر المودة في ليلة العمر، بينما تضع العروس في المقابل قلائد من حبات الفل، فهو كنز منذ القدم صنعت منه أروع التيجان التي وضعت على رؤوس الجميلات، عرفه القدماء وتوارثوه من جيل إلى جيل، فما أجمل الفل.